مباشرة للزميل سجاد علي من مقر القوة الجوية من العاصمة بغداد للحديث عن ترحال الجماهير ومؤازرة الصقور في البصرة في المواجهة المرتقبة بالبطولة العربية. سجاد حياكم الله، أهلا وسهلا. سجاد اليوم لابس القوة الجوية وعالن الانتماء وعالن التحدي، تفضل سجاد لك الكلمة. طبعا طبعا علاوي، مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى مشاهدين شاشة قناة الفرات. طبعا اليوم أنا مرتاح، طبعا بنص جمهور القوة الجوية راح نشوف معنوياتهم قبل المباراة. والله معنويات عالية إن شاء الله، جاهزين قوة وعزم إن شاء الله من أجل المساندة في العريق في البصرة إن شاء الله، وأملنا كبير إن شاء الله بنادينا وبلاعبينا والكادر التدريبي، وإن شاء الله بيضون وجه وخير ممثل للكرة العراقية إن شاء الله، وندعو من قناتكم الموقرة الجماهير العراقية أجمع من أجل مساندة العريق القوة الجوية ممثل الوطن. حاضرين شي؟ إن شاء الله. يلا يلا شباب، من المنية للمنية جاي آزر فريق القوة الجوية. مرحبا. السلام. هلا مرحبا، شلون؟ والله شرطاوي أني، بس جاي أشجع الجوية لأن ممثل للوطن هذا، مثل ما الشرطة والكرخ والجوية كلهم ممثلين للوطن، وأنا جاي أشجع الجوية اليوم لأن يمثل الوطن، وغيرتي ما تسمح لي أشجع غير فريق غير الجوية. عندي هتاف هذا الازرق عاشقينا حبه والله مو بدينا، هذا الازرق عاشقينا حبه والله مو بدينا، الما يحبنا لا يجينا، الما يحبنا لا يجينا. زميلي علي عال العال الجمهور الهتافات. الله والشرطه سوا، ماكو فرق بيناتنا، القوه والشرطه سوا، ماكو فرق بيناتنا. احنا نطلب من جماهير البصره خاصه، وهم ناس بيضاء وجوهنا بطوله الخليج، كما يعني الجماهير الباقيه بالعراق من جماهير الزهراء وجماهير الطلبه وجماهير الشرطه، كم جميع جماهير الانديه العراقيه، احنا نطلب مساندتهم ويانا بالبصره. هذا ابسط شيء نطلبه، الممثل الوطن امام الشباب السعودي، مثل ما انتم راح تلعبون، مثل ما انتم راح تلعبون بالبطولات القادمه، يعني وان شاء الله احنا يصير لكم خير سند، هذا ممثل الوطن، نعوف الدوري وعوف المشاكل اللي بيناتنا، او هي لا سمح الله ماكو مشاكل، بس اخاف اكو مشاكل بيناتنا تحسبوها
بعض الناس اللي سوتها المشاكل، ان شاء الله ماكو هذا الشيء، نريد هاي المسانده، ويعني بالتواصل الاجتماعي على كيفكم ويانا، على كيفكم ويانا، احنا مو غير نادي ترى القوى الجويه وماخذ ثلاث سويات، بارك الله فيكم. للمنيه ابد ما لعب الجويه، المنيه للمنيه. طبعا بدايه مباراه ليس بالسهوله، مباراه صعبه، وعرضنا احنا نطلب من الجماهير البقيه، جماهير البصره الحبيبه، يساندون الجويه. مباراه انتم تعرفون تمثل وطن، واحنا اليوم نشوف الشرطاوي، الزوراء، الجويه، بقيه الانديه، احنا كلنا نرفع اسم العراق، وان شاء الله ثلاث نقاط من ارض الوطن، وان شاء الله التوفيق للجميع، التوفيق للقوه الجويه. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كجماهير القوه الجويه اليوم جينا مساندة فريقنا، فريق العراق هو فريق القوة الجوية، مثل ما تعرفون دائما متعودين احنا على منصات التتويج، عندنا ثلاثة آسيوية وإن شاء الله البطولة العربية، وإن شاء الله دعم متواصل من الهيئة الإدارية والرابطة والأوتراس والمجانين وكل الجماهير العراقية بخدمة العراق. هاي اللمة الحلوة، لمة مثل جماهير الجوية، جماهير الزوراء، جماهير الشرطة، جماهير الطلبة، كنا واحد اليوم نرفع راية الله أكبر عالية. للموت عاهدناكم على الجوية، حر وبرد وإياكم على الجوية، للموت ما عفناكم على الجوية، نرمي الرحلة وياكم على الجوية، للبصرة كنا وياكم على الجوية، على الجوية، على الجوية. شكرا جزيلا للزميل سجاد علي، كنت معنا، وتحية لك، وأحييك على ارتدائك زي الصقور، وهي بادرة طيبة ورسالة مهمة بأن الإعلام والجماهير دائما مساندة لممثل الوطن في البطولات العربية، البطولات الآسيوية، باعتبار القوة الجوية لا يمثل نفسه في هذه البطولة.